مساء نور، مرحبا بكم الناس كل في ثاني نشراتنا الرياضية. والبداية بأخبار الترجي الرياضي التونسي اللي سافر غدوة صباح في رحلة خاصة إلى تنزانيا، وين باش يواجه نهار الأحد مساطين تي بي مازمبي ضمن الدور الربع النهائي من المسابقة الإفريقية الجديدة الأفريكان فوتبول ليغ. المباراة هذه تتلعب في بنجاما مكابا في دار السلام. رحلة الترجي باش يغيب عليها يوسف أومارو بسبب الإصابة، مع تواجد البرازيلي رودريغيز بعد ما تم تسجيله في القائمة المشاركة في المسابقة. الجديد أيضا هو حصول قنوات لون تايم سبورتس المصرية على حقوق البث، كيف أبو ظبي الرياضية، كيف زاد الرياضية المغربية بعض مباريات، مش مباريات الكل الرياضية المغربية. مبعوثنا اسكندر إبراهيم عنده أكثر تفاصيل بعد ناخذوهم مع بعضنا شوية آخر في فورم سبورت. ومدام حكينا على الافريكان فوتبول ليغ اللي كما قلنا تنطلق غدوه في نفس الملعب في بنجامام كابا، مباراه سيمبا التنزاني، مش غدوه، نهار السبت، سيمبا التنزاني والاهلي المصري. المباراه هذه بنسبه كبيره علي معلول باش يكون غايب عليها بسبب وصوله المتاخر الى تنزانيا، في حين اللاعب الدولي التونسي الثاني كريستو موجود في القائمه، مازلنا ما نعرفوش باش يشارك في المباراه والا لا. نرجع لتونس، اجتماع منتظر اليوم العشية في مقر وزارة الشباب والرياضة تحت إشراف السيد وزير الشباب والرياضة كمال دقيش، وبحضور رئيس النادي جوهر العذار، رئيس نادي الرياضي الصفاقسي جوهر العذار. موضوع الاجتماع هذا هو توسعة ملعب الطيب المهيري. الوزارة مقترحة كونه يتم توسعة الملعب وإضافة 7500 مقعد، في انتظار نعرف شنو موقف هيئة النادي الرياضي الصفاقسي. تينيس دور الربع النهائي من دورة جاسمين أوبن اليوم، برشا مباريات. كلارا بوريل الفرنسية فازت زوج مجموعات لواحد على إريكا أندريفا، بعدها ثم جاسمين باوليني اللي قاعدة تلعب تو مع الكرواتية بيترا مارتشينكو، بعدهم ثم كاتارينا زفاتسكا وتلعب ضد نوريا باريسس دياز. ثم أهم المباريات اللي تتلعب اليوم في الدورة المتواصلة في المونستير. لاعب نيوكاسل واللاعب السابق للميلان ساندرو تونالي بعد اعترافه بأنه قام بالمراهنة على بعض المباريات الخاصة بفريقه السابق الميلان، وبعد ما اعترف بالشيء ذا يوجه عقوبة تنجم تفوت العام وتنجم توصل حتى 16 شهر، يعني إذا كانت ترشحت إيطاليا للبطولة أمم أوروبا القادمة لورودو 2024، فإنه ساندرو تونالي مش بش يكون موجود. نيوكاسل بدوره بش يفتح تحقيق مع اللاعب الإيطالي. نشر هذه كل أخبارنا الرياضية تقع على موقعنا موزايكا فامبوني.